يمسك شوت 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 يمسك في جول واحد بلا حتى الكرة عيدة إشبيلية دخول ملعب أمام التونسي المجبري حنا بعد سيدفع به كيكي سانشيز في وسط ميدان على انتهاء الوقت الرسمي في تشكيلة الأندلس الكبير التونسي المجبري والمغرب كريسبو تقطع كرة ترجع لفريق إشبيلية هدافع بشكل جماعي تقطع للسي أمام فريق متراجع بالكامل في منطقته سيري ترجع فريق الرايو كريسبو متابعة من حنا بعل نبية وشوف لثلاث أهداف هنا تدخل المجبري تدخل من حنا بعل تلاعب يونبر من جانب إشبيلية فريق اليوم تلقى كونيا في أول كورة من الشركة حكم وشار الأنذار